السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الطيبون الرائعون، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. كنت واجد حاليا أمام الفن السابع، هنا كانت عندنا واحد البيتزا وكانت فيها واحد القهوة، وكان المرأة هنا كيتجمعوا لنا الممثلين وجميع الناس ديال الفن السابع. إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، مشروع من المشاريع اللي غتكون عندنا هنايا مشروع رد الاعتبار للموقع التاريخي لأول قصر عدالة، يعني محكمة كان هنايا أول محكمة قصر العدالة. شو كيدير؟ ها هو التاريخ. إذا غيكون عندنا هنايا مزار الزوار ديال مدينة الرباط، مرحبا بكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي يكون عندنا هذا البروجي هيستوريك. إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، هنايا في الشارع محمد الخامس الضوش على الخفي شو بالميش علينا الأحمر، الله نصلي عليك يا حبيب الله. هنايا الفن السابع وما راك يصلحوا فيه، عندنا فيلا دل لا ميزون بلونش، لا ميزون بلونش هي هي راك تصلح. وشارع محمد الخامس تعود كامل إخواني أخواتي من دخلة ديال شارع الحسن الثاني، تعود لينا من شارع الحسن الثاني من اللي ومشى لينا حتى للسنة كله تعود ليه، البلاط ديالو صباغة إنارة كل هنا. غيكونوا ثلاثة ديال الباركينغات، غيكون باركينغ ديال لاكوميدي واحد، وغادي يكون باركينغ الثاني اللي هو ديال البرلمان، وغادي يكون الباركينغ الثالث واللي هو باركينغ ديال مسجد السنة. ثلاثة ديال المواقف السيارات كبرى بحول الله ورعايته، هادي ديال رعاية الأطفال، وعندنا كنيسة هنايا، كنيسة إخواني أخواتي هي هنايا، هادي ديال الصبليون كنو فيها الصبليون بزاف، هادي أنا كاع حافظ كنيسة هاد ديال الولادة، هاديك كيكونوا فيها الصبليون نهار كيجيو يصليو هنايا. كاينة وحدة في وحدة أخرى، كاينة حدا لي سيدي كارت كيكونوا فيها هادوك ديال المسيحيين الأفارقة بزاف، وعاد كاينة أخرى اللي كاينة حدا في بلاصة ديال ترانس كي تبدل ترانس في المدينة. دابا المغرب سبحانك يا جليل، جمع علينا كل شيء جميع الديانات سبحان الله العظيم. هذا الشارع ديال ابن تومرت، شي حاجه زعما ابن ابو تامرت زعما ابو لحيه جايه من تما، كاينه المصطلح ديالها بو تامرت هي ابن تومرت. كاين عندنا هنا في المغرب المسلمين واحد، سنيين، وكاين عندنا هذا مشروع متوقف إخواني أخواتي من المشاريع الكبرى، وكاين عندنا الشيعة مغاربة الشيعة، وكاين عندنا اليهود المغاربة اليهود المغاربة، وكاين عندنا المسيح المغاربة. خابش دير ظني جوما كيعاودو، خليتهم آخر مرة كيدوزو واحد القادوس مع من هنا لهنا، المسيح المغاربة، وكاين عندنا كفار المغاربة هذوك اللي ما كيعترفوش بالله، سميتهم هما الملحدين الملاحدة. هي التقبة كانت من هنايا وخرجوا اللي راه هي تحت الشجرة، آخر مرة كانوا كيصاوبوا فيها، وخلينا الشارع هذاك باب الروع كيريقلو صافي راه تريقل، وخلينا ليكيب هادو ديال الريفي داروا لنا واحد التقبة من هنايا اللي غتمشي لينا حتى لراس الليل. تما كاينة صافي تعاود لينا باب الروع وتعاودت فيه الإنارة وتعاودت كلشي. هنايا في هاد الشارع ديال الشارع ديال
مصر صافي حتى هو راه تريق الكل. وكاين عندنا الملاحد المغاربه ملحدين مغاربه، وكاين عندنا عبادة الشيطان المغاربه ياك، هادو كلهم غتمشيو لليوتيوب وغادي تكتب المسيح المغاربه ويخرجوا لك الشيعة المغاربه. ماشي انا اللي كنقول، داكشي راه في اليوتيوب وفي الانترنت. دير الشيعة المغاربه تلقاهم تيهضروا، ودير عبادة الشيطان المغاربه تلقاهم صابغين وجوههم ودايرين دوك الطوانق تاقبين لسانهم وتاقبين نيوفهم ودايرين القرون. اه كاين عندنا في المغرب، كاين عندنا الملاحيد، دير الملاحيد المغرب. وعاد كاينه واحد الطائفه اخرى بوحدها هذيك اللي مذكوره في القران ديال قل اعوذ برب، هادو بوحدهم هادو، هادو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقين. غاسقين اش هو غاسقين؟ اذا وقب غاسقين اذا هو داك اللي كيخرجوا بالليل الله يستر عليك، حنايش وعفارت وجنون، هما غاسقين اذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد، كاع دوك السحاره هما. ومن شر حاسد اذا حسد، ومجموعين كاملين في ايه واحده من غير هذوك اللي كعباده، هذوك عباده الشيطان وعباده ديال ما نعرفش داك الشيء وداك الشيء، هذوك كيعبدوا بعد هذوك. وهذوك العباده عندهم واحدين ضدهم هما الملحدين، تيقول لهم انتوما ما كتعبدوا شي حاجه ما كاين. وكاين عندنا هذو مساخط والدين ديال قل اعوذ برب الفلق. انا كيجد اخواني اخواتي الاشغال اللي كانت عندنا في هذه المنطقه صافي راه كملات، يقدر كله تعاود لينا الاشغال ديالو ياك. تبعتهم على الاشغال اللي كانت شاده لينا اورولوجيستيك والجي تي ار، وكانت وكانت شركات كثيرة اللي عاودوا لينا. انا خلينا اخر مره كيعاودوا لينا تيران قطع المغطات، وخليناهم وصلوا لينا لعند لونيسيف ديك السكه ديال داك القصدير ديال السكه ديال لونيسيف. ها هو فاك مقصدر هاد الخرب كاملين اخوتي، راه تحصاو اللي غادي يريبو يريبو اللي غادا هادو. دابا الاهليل السقوف كاع داكشي اللي غيطيح كلشي غادي يواطيو مع الارض وكلشي غيعاودوه. انا اللي بغيت نتعلم الطياره انا صحاب السماوي كيجيو يقراو هنايا صحاب السماوي الطيارات. هذوك الطيارة المضيفات، المضيفين والمضيفات، كاينة واحدة هنا هاد المدرسة، كاينة واحدة هنايا، وكاينة واحد المدرسة أخرى ديال المضيفين والمضيفات وسط هنايا، وسط هاد العيد الليمون. يجيو ليها يقراوها من المغرب كامل عند المضيفات هنايا، عندهم هاديك الطيارة تما كاينة. ايه المشروع هذا تا هو راه تعاود ديال هاد الجردة، شوف كاملة تعاودات هاد القنية تا هو راه تريكل دارت فيها الشريطة من الراس تا للراس. وخليناهم هنايا في باب مراكش آخر مرة، بقات عندنا الأشغال في باب مراكش، ندوزو نشوفوهم واش كمليت واش سالات واش مازال مازال. وحنا غاديين معاكم شارع هاد البلاصة راه صافي كبروها ومساعد هذه الحديقة شو؟ هذه حلقة حديقة ديال كبيرة كم نختار فيها هناك. أخرج لكم من هنا إلى مراكش، تحية البهجة وتحية لخوتنا وحبابنا كاملين كما كنتو. واحد واحد هذا حيت كيشوف الطريق مراكش اتجاه مراكش سموه باب مراكش. صافي هنايا ريقلو هاد الجريدة جات واعرة. هاد الشارع كانت شاده لينا شركة اورولوجيستيك، وهو شارع مراكش كيدير تريقل. هانئا لكم تعاودت لي اخواني اخواتي الشارع تعاود كاملو. شوف خليناهم هنايا واش داروا ليه مريقلين هنايا، خلاو الحيط كيما هو وركبوا عليه الحيط، ركبوا عليه هذا حجر جاك، خلاو الحيط اللي داخل مليه باش ما ينفضش لهم، وجاو هما يركبوا عليه الحجر، طلعوا عليه الحجر من تحت للفوق
راه حاضر اليوم انا هذا ملي كانوا كيبنيو فيه وريغلو صافي هو يتريغل صافي دابا عمرو ما انا خالدين عمرو ما ينفض ما عمرو ما يدير. اذن اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء خليكم على خير وما كان غير الله الوطن الملك ونمشي.